هو انت ايه حكايتك؟ انت يوم تردي يوم ما ترديش، ولا ما تبقى عايزاني تهريني مكالمات؟ فين الحاجه اللي معاك؟ هو ده بس اللي همك؟ اخلص امسكش. بقول لك ايه، البيت مكهرب على الاخر وفي حوار كده مخليهم قافشين عليا، فاصبر عليا بس يومين ثلاثه وانا هتصرف الفلوس. نعم يا اختي اصبر عليك. يعني ايه الحاجه دي جايبها من بيت ابويا؟ امال ايه بقى، خلي الواجب ده عندي وتعالي عزمك على العشاء. ده انا قلت انت بترسم خلاص. ما انت مش عايز تسمعي كلام يا فرح، اعمل لك ايه؟ اسمع كلامك في ايه؟ انت عايزني اروح اقلب ابويا زي ما رندا قلبت امها؟ هو انت مين قالك على الحكايه دي؟ لا عليا الحرام لو ما قلت مين اللي قالك الكلام ده، مفيش حاجه تاني هتلاقيها. علي اهدى، المدرسه كلها عارفه. عارفه ايه؟ عارفه ان رندا حامل منك وان انت مستندل معاها. اخلص بقى يا علي، انا تعبانه. البنت دي بتفضح نفسها؟ هي عبيطه؟ انا مالي بالحوار ده، اخلص بقى. يبقى رندا وامها اللي سرقوني يا ولادي. لا لا لا، مش هما اللي سرقوك. لا امال مين؟ لا معرفش، بس مش هما اللي سرقوا. بهواتي. استنى بس، استنى استنى. طيب بص، هات الحاجه اللي معاك وانا هقول لك مين اللي سرق. موافق. هات. مين؟ صدفه. صدفه.